الأطفال حالياً وقتي يعني نقول الحمد لله على كل حال مريح شوية يعني بالنسبة لهم مش سياحة وكذا وعامة الاقتصاد كله مش كويس حالياً السياحة مريحة ده شغلانة جد من زمان يعني بتاع خمسة أنا بالنسبة لي أنا بتاع 25 سنة يعني ساعة نزلت السوق بس هي أساسا المهنة بتاع جدي وأبويا وكده شغالين فيها معايا أبدا عن جدي كان بازارات وكده الشارع كله كنا عارفين حضرتك شارع الساعة الزغلول كله قلب حاليا قلب كله مطاعم وقلب حياة كركديه ولد وكده يعني بالنسبة لسوق السياحة وكده طبعاً الوضع غير الأول من بعد الثورة وكذلك بس الحمد لله ابتدت الدنيا تتحسن يعني الأول يعني أيام الثورة طبعاً كانت إحنا لنا بتاع 6-7 سنين الدنيا وقع خالص بس الحمد لله السنة دي ابتدت الدنيا تتحرك شوية برضو وتتنفس يعني بالنسبة للبلد هنا الشغل كان ضعيف خالص إنما السياحة الداخلية برضو بتنشط يعني بتنشط كله بتنشط محلات وبتنشط عربيات ومراكب وكله بيتمشي يعني يوم ما بتعوض وهي مدة 15 يوم من الأجازة لكن مش أكتر من كده يعني 15 يوم اللي هي أجازة نص السنة كده خلاص بيرجع الحال بالنسبة لي كله شغل يعتبر هو بس طبعا السياحة طبعا بتختلف يعني معلش أنا عمري ما هعاملك أنت كزبونة أجنبية طبعا زبون أجنبي لأنه حاجة دي عندهم غالية فبياخدها طبعا بسعر غير المصري لما الرئيس يعني بالنسبة بيعمل بيروح للصين والحاجات دي احنا الصين ما بتفيدش الدوله بحاجه يعني الصين الزباين الصينيه ما بتجيبناش غير في الطيران بس والمحلات اصحاب المحلات احنا اهم حاجه الزباين الثانيه زي الطلاينه زي الاسبان زي الفرنسا وكده يعني انما الصين ولا الروس حتى ما بيفيدوش الدوله غير في الفنادق والطيران انما السوق ما ولا احنا مش ولا بنستفاد منهم بحاجه